السلام عليكم، صحيح طيبة جديدة متجددة أعزكم الله. إذا ما المسؤول الرئيسي والأساسي عن الإرهاب في الجزائر والإرهاب في ليبيا والإرهاب أيضا سيحدث في المغرب؟ وتأكدوا من ما أقول وركزوا معي. المسؤول هو التعريب. لماذا؟ لأن التعريب خلق لنا مجتمع مضطرب، مجتمع هش، مجتمع دائما ينظر إلى المشرق. هذه جريمة في حق الأجيال، هذه جريمة في حق الأوطان. هل فلا تتفكرون كيف أن تعرب طفلا أمازيغيا وشعبا أمازيغيا وتنتظر منه أن يعطيك ثمار؟ أنت عربته، هو يستقبل الآن فقط ما يأتي من اليمن ومن السعودية ومن المشرق ومن أفغانستان. لا يمكن أن يكون مسلما صالحا خادما متوازنا وأنت في المدرسة تعربه لغويا وفكريا وتؤدلجه بإسلام لا يتطابق مع نفسيته. فلنكن صرحاء، الإرهاب في شمال إفريقيا هو التعريب، هو التعريب والعروبة، ليس شيء آخر. هو القذافي، هو أبو مدين، هو حسن الثاني. علي الأجيال القادمة أن تحدث القطيعة من كل من ما هو لا يمثل إفريقيا وشمال إفريقيا. وتأكدوا من كلامي، الإرهاب الذي حدث في ليبيا وفي الجزائر سيحدث في المغرب إن لم تحدث القطيعة مع التعريب. تأملت لنا.